نروح لاخبار الزمالك ونختم نهضه بركان قدموا شكوى رسميه برضه. ما انا اعمل ايه طيب؟ قدموا شكوى رسميه وطالبوا الكاف بضروره التحقيق فيها وانا بعديهم لقطه ضربهم للحكم يحطوها ضمن الشكوى. هي الشكوى دي فيها يا كابتن يعني ما بيقول لك ان احنا سوء التنظيم، طب حد انت عمل لك حاجه؟ هي البانه لبانه الماتش انتهى وكان لو النبي عايزينهم ياخدوا لقطه ضرب الحكم ضمن الشكوى والنبي. كمان الزمالك يعني قد يصل الى 100,000 دولار في يعني وممكن ما يحصلش ياخدهم من الاثنين مليون شرقاوي مباشره. 100,000 دولار هياخدها زياد كمال ودي متفق عليها مع انبي ومليون ونص عمر جابر ومليون ونص دونجا ومليون عبد الله السعيد على الرغم انه ما لعبش. وده انفراد ليك اعتقد، انت بتقول دلوقتي معلومه جديده بتاعت عبد الله السعيد. لا انا هدي لك انفراد اكتر ما ينفعش اقفل من غير لما اقوله. ده كمان لو الزمالك فاز بالسوبر زياد ياخد 50,000 دولار. الانبي لا هو الاستاذ عبد الناصر معاه دلوقتي انفراد اللي هو ايه بقى؟ جديده بالنسبه ان حصل تعديل في العقد عمر جابر ودونجا. انت عارف في صفقه انتقال عبد الله السعيد تم اللعب في عقد دونجا وعمر جابر فانبي فبيراميدز حط في التعديل كان وافق على انتقال عبد الله السعيد انه ياخد مليون ونص لو الزمالك فاز ببطوله قاريه في عمر جابر وياخد مليون ونص جنيه لو دونجا لو فاز في دونجا ومليون عبد الله لعب او ما لعبش. اللي هو لا عبد الله مش مقاد افريقيه. ما قال له لعب او ما لعبش. ايوه انا بقول لك هو مش مقاد افريقيه. دي سلبيات برضو لا ده بيتكلم على ما انا عارف انا بتريق يعني لا سلبيات و 100,000 دولار زياد والمفاجاه 50,000 تاني لانبي لو فاز الزمالك بالسوبر. ده انفراد لبرنامجك اللي هو ال 50,000 دولار لانبي لان رئيس نادي انبي اعلن على ال 100 بس ال 100,000 دولار اللي من حق انبي نظير مشاركة زياد كمال مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية حتى لو هو ما كانش مؤثر في فوز البطولة ولكن انبي هياخد 100,000 دولار. دلوقتي الاستاذ عبد الناصر بيتكلم عن ان في كمان 50,000 دولار لو الزمالك ان شاء الله توج بالسوبر الافريقي لنادي الانبي. يعني بس اللي انا بستغربه هيدفع كل المصاريف دي؟ لا ده الاغرب. خلي بالك لو اتخصم من الزمالك في عقوبه تنظيم او شيء زي ما بيهدد الكاف مع الفلوس دي الزمالك ممكن يطلع له ب 300,000 دولار من اللي لا ده ممكن يطلع مديون. عبد الناصر عايز اسالك سؤال بسيط كده وبسرعه هو ليه في نفس اللحظه بالليل لما بنتفرج على القنوات لقينا واحد مذيع بيقول احنا جالنا العقوبات لنادي الزمالك هو الاتحاد اجتمع ولجنه المسابقات اجتمعت وبعتت كمذيع ان جاله عقوبات؟ طب ما انا اقول لك في نفس الليله بالليل. طب انا اقول لك سؤال احلى من ده حضرتك، هو الراجل بتاع السيستم اللي في الفيفا نايم ما وراهوش حاجه شاف الزمالك مازح وقف القيد؟ شوف يعني لسه الناس بتفرح. لا بس انا القيد. عايز اسال استاذ ايه بقى ده؟ هو انا قلت هو بتاع القيد ما وراهوش غير الزمالك؟ طب انا بسال سؤال، في مشاكل لعيبه من 2010 و2005 مفيش مجلس اتوقف له قيد في العالم زي ما بيحصل مع الزمالك اليومين دول. هي المشكله كمان يا استاذ عبد الناصر ان المجلس ده بالذات المجلس ما كان ده لجنه توقف القيد وما جه مجلس وقف القيد. بس انا عايز اسالك سؤال، التعديلات اللي حصلت في العقود بتاع عمر جابر ودونجا دي في صفقه عبد الله السعيد هل اعتمدت ولا دي اتفاق خاص؟ يا باشا ده يا باشا لا ده ملعام لازم اتفاق مكتوب وما هيطلع الفلوس ازاي؟ معتمد من اتحاد الكره يا باشا الكابتن احمد سليمان اللي عامل العاده دي اللي بكمل لك الخبر بيتكتب في العقد يا باشا. هو السؤال يجيبوا العقد القديم ويكتبوا فيه يا باشا السؤال اللي يعمل فيه ملحق يا باشا السؤال عايز عبر يا باشا عقد عبد الله اكمل معلومه السؤال بس اللي انا عايز اقوله في النهايه يا ريت حد في الزمالك يرد علينا ليه اتلحف في عهد عمر ودونجا ومنح بيراميدز مليون ونص ومليون ونص على حاجه قديمه في صفقه عبد الله السعيد؟ وليه عبد الله نفسه ياخد على حساب عبد الله يعني ياخده باسم عبد الله مقاطعه هو مش مقايد افريقيا؟ يا الحلقه الحاجه الوحيده وبعدين مع احترامي لزياد كمال فعلا انا مع يعني لعيب يا سيدي جميل وعلى عيني وعلى راسي بس ان انت تعمل كل البنود ديت لصالح نادي انبي حاجه واحده اللي بس اللي تخليك تعمل سنتين ونص حاجه واحده بس اللي تخليك تعمل كل البنود ان انت تكون مش متوقع ان انت تفوز بالبطوله ممكن
كابتن محمود الخطيب بيستقبل بعثة الترجي بالورود، وانا بشكر الكابتن محمود الخطيب جدا، وانا بختم على المعاملة بالمثل بصراحة، وده شيء راقي ومحترم للغاية. النادي الاهلي بيستعد بقوة، وبيتكلم يا كابتن جمال على مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وربيعة وكريم فؤاد، والراجل بيقول انه يعني كولر، مروان عطية وامام عاشور واكرم توفيق وبيرسي تاو وحسين التقات واسامه ابو علي، وحبيبك مش في التشكيل خالص خالص، حبيبك الغالي عايز يلعب موجز عايز يلعب. القنوات الناقله للاهلي بي ان سبورت 6، والمباراه 8 مساء يوم السبت ان شاء الله. يعني محمود كهربا قال لقاء سيكون حياه او موت، الاهلاويه قلقانين يا كهربا بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا. ومروان عضية بيقول مباراة صعبة جدا ونتيجة 0-0 هي الأصعب، والحمد لله مصر بتواصل رعايتها للإيفنتات العالمية، ده أفضل ختام وأفضل رد على الكاف. هيكون معايا النهاردة حاجة مهمة جدا، اتوقع في قصر عابدين بروتوكول لاستضافة مصر حزمة من البطولات العالمية وأهمها بطولة كرة اليد، ده أفضل رد للكاف. هذه البلد اللي نظمت ما يقرب من 300 بطولة عالمية في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الوحيدة اللي نظمت في الكوفيد كورونا بطولة كأس العالم لليد اللي أبهرت العالم، واحنا اللي اخترعنا البالونة بتاعت ال ولا مش عارف البالونة صح؟ اللي هي بتاعت الحماية عشان شايفينها الصور، ولكن حين نتكلم بطولة جلوب سكر مصر هتستضيفها. جلوب سكر اهي يا جماعة، وده مهم جدا الدكتور حسن مصطفى ومعالي الوزير العظيم الدكتور أشرف صبحي وسيد بن وزيري ومحمد يحيى لطفي والناس في المتحدة، عايز اتكلم على ده بالتفصيل النهاردة، بس حبيت اختم بحاجة كمان حلوة. جلوب سكر العالمية في مصر، وهذه توقيع العقود في قصر عابدين، بلد يا جماعة قامت بقوة ولن تعود ثانية إلى الوراء رغم أنف أي حد. يا ناس يا ناس يا هو، احنا عملنا حملة على محمد صلاح على لقطة، وعدنا نقول شوف أبو تريكة وشوف صلاح، ودخلنا الدين في مواويل في حملات إخوانية إلكترونية موجهة. فدعك من هؤلاء، البلد في حتة تانية ومش هترجع تاني.